ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته التاسعه والعشرين احيت فرقه اسماعيل دواس امسيه فنون شعبية وذلك بجانب متحف موقع قلعة البحرين بحضور الجمهور عبر السيارات وتسعى هيئة البحرين لثقافة الآثار تقديم تجربة مغايرة لرواد الحركة الثقافي في البحرين مع وضع سلامة الجميع على رأس الأولويات مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسيتمكن الجمهور من مشاهدة الأمسيات مباشرة من السيارات فقط